السلام عليكم، أنا براء زمارة، محررة في ويكيبيديا العربية وعضو في ويكيبيديا بلاد الشام من فلسطين. بالنسبة للتعقيب على مؤتمر ويكي عربية 2019، طبعا أنا حصلت على منحة للحضور، لكن للأسف الظروف لم تواتي لأني أحضر معاكم. صراحة امبارح هيك حسيت كيف شعور إنه إشي، إنه أنت شو منحك؟ معقول هذه كل الظروف تمنعك تكون معاهم حتى تشوف الشغلات المداخلات والأمور هاي؟ لكن الإشي اللي الحلو إنه أنا ما حسيت حالي بعيدة أبدا، يعني بعد ما شفت المداخلات، شفت الجو، شفت الناس اللي المفروض تعمل ريجستريشن ولا إلى آخره، حسيت إنه أنا فعليا معاكم، أنا مش بعيدة. فطبعا شكرا كتير على كل الجهود المبذولة، شكرا كتير على المنظمين خاصة، وعلى الناس اللي حضروا من هون عشان يشوفوا أو يفرجوا شو في بتصير مشاريع، شو في بتصير شراكات، شو بتصير شغلات. فبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. في كمان نقطة، إنه أنا حتى لو بعيدة يعني رح أكون معاكم. اليوم رح تصير ويكي جاب الساعة 10 للساعة 1، وإن شاء الله رح أشارك فيها معاكم، يعني حتى لو أنا بعيدة يعني، لكن إلي لمسات الخاصة معاكم. سلامي للجميع، وبتمنى إنكم تقضوا أحلى وقت، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق في كل الشغلات اللي عم بتصير حاليا، وإن شاء الله توصل بالسلامة يا رب.